contraction part 1. زي ما احنا متعودين دايما قبل ما ابدا اي شيء يبقى فيه حاله برودكتوري. لو انت قاعد في الاستقبال خلاص جات لك حاله بالمواصفات الاتيه، هي في مين؟ ركزوا معايا يا جماعه، البرودكتوري كيس في مين؟ عندها قد ايه؟ 23 سنه. شنتوا في البي ال يا جماعه بناخد حاجه اسمها ايه؟ ده الفينومينا، صح؟ فينومينا افكتس بتقوم رصص الحاجات اللي بتعرفها على الحاله كلها. فهي ايه؟ في ميل عندها 23 سنه جايه تشتكي من ايه؟ من بايلاترال حاجه اسمها توزس. سمعتوا عن حاجه اسمها التوزس دي؟ البي سايلنت وفولها الاثنين نازله لتحت كده، وتشتكي من حاجه اسمها بلورد فيجن، الرؤيه بتاعتها مش واضحه، ما بتشوفش كويس. بتعاني من حاجه اسمها ديبلوبيا. انت نورمال لما بتبص على اي حاجه قدامك مش بتشوف الحاجه اللي قدامك على اي حاجه واحده. في بعض الناس يا جماعه يجي يبص على القلم ده مثلا يشوف انه قلمين قدامه، الشخص اللي قدامه يشوف انه شخصين. دي حاجه اسمها ديبلوبيا. بتعاني من حاجه اسمها سلورد سبيتش. سلورد سبيتش يعني كلام مش متظبط، في مشكله عندها في السبيتش. بتشتكي وتعاني من ماسل ويكنس، مش قادره تحرك العضلات بتاعتها. عملوا انفستيجيشن وجدوا ان الحاله حاجه اسمها مايلدينيا جريفز. وجدوا مع ايه؟ المانيفستيشنز دي والانفستيجيشنز اللازمه، وجدوا ان الحاله مايسينيا جريفز. بقول لك تسبسس كيس تاني. ده اول محاضره عندي في المسل كونتراكشن. ادينا الانترودكتوري كيس. الانترودكتوري كيس الهدف منها ان انا افكر في حاله ريليتد للمحاضره بتاعتي اتعلم من خلالها. فقال لك لو جات لك في ميل 23 سنه بتعاني من بايلاترال دوزس، الجفون بتاعتها الاثنين نازلين، لورد فيجن شايفه كويس، ديبلوبيا بتشوف حاجات قدامها حاجتين، سلورد سبيتش او نورمال سبيتش مش عارفه تتكلم كويس، في عندها جنرالايز ماسل ويكنس، في ضعف في العضلات بتاعتها. انت عملت الانفستيجيشن في اللازمه والتشخيصات اللازمه ووجدت انها ايه؟ او الدكتور قال لك هي حاله مايسينيا جريفز. فحد من الجيران قال لك يا دكتور يعني ايه مايسينيا جريفز؟ او البيشنت قالت لك فهمت يعني ايه مايسينيا جريفز؟ يعني ايه؟ وسببها ايه؟ طب وفي امل في العلاج ولا لا؟ ده انا عايز اعرفه بعد ما نشرح الايه؟ المحاضره بتاعتنا ان شاء الله. يبقى ده الانترودكتوري ايه؟ كيس. ايه الليرننج اوبجيكتيف؟ انا هسيب دي كده اهو علشان في الاخر عايزكم انتوا اللي تشرحوا لي كل عرض من ده سببه ايه؟ خلاص؟ ايه الليرننج اوبجيكتيف بتاعتي؟ ايه النقط الاساسيه اللي المفروض اخرج من المحاضره بها؟ اول حاجه لازم اعرف حاجه اسمها نيورو ماسكولار جانكشن. تاني حاجة أعرف حاجة اسمها ماسل كونتراكتايل بروتينز. تالت حاجة في المحاضرة أتكلم على الفانكشنال ستراكشر أوف ساركو تيوبولار سيستم. يبقى في 3 مين أوبجيكتيفز لازم نغطيهم ونفهمهم. أول حاجة عندي نيورو ماسكولار جانكشن أند نيورو ماسكولار ترانسميشن. تاني حاجة ماسل كونتراكتايل بروتينز. واخيرا الساركو تيوبولار سيستم. نبدا باول واحد عنده من الحاجات المهمه جدا ممكن تتسال كتير قوي كشورت سيكويشن في نقط معينه فيها، حاجه اسمها نيورو ماسكولار جانكشن. اوقات بيقولوا عليها حاجه اسمها موتور اند بليت. هنفهم معناها حالا. يهمني اعرف فيها ثلاث حاجات اساسيين لا جدال فيهم. اي واحده فيهم ممكن تتسال لوحدها كشورت اسم. أول نقطة عندي حاجة اسمها الـ functional structure of the neuromuscular junction. إيه الـ functional structure؟ إيه الـ changes اللي بتحصل عن الـ neuromuscular junction؟ تاني حاجة عندي events occurring at motor end plate أو الـ neuromuscular junction، إحنا اتفقنا. الـ neuromuscular junction اسم الدلع بتاعها حاجة اسمها motor end plate. يبقى أول حاجة أعرف الـ functional structure، تاني حاجة أعرف الـ events occurring at motor end plate أو at neuromuscular junction.
اخر حاجه اعمل سالري للبروبيرتس اوف نيورو ماسكولار ترانسليشن. نبدا باول حاجه. احنا عارفين النيورون زي ما درسناها قبل كده عباره عن ايه يا جماعه؟ مش اتكلمنا على النيورون واحنا بنتكلم في النيرف فايبر قبل كده؟ قلنا ان النيورون عباره عن ايه؟ عباره عن سيل بادي او سوما وعباره عن سيل بروسيسز، صح؟ السيل بروسيسز في حاجه اسمها دندرايت وحاجه اسمها اكسون. كلام كويس. طب النيورون ده هي لو رايحه تعمل سبلاي لسكيليتال ماسل. ادي السكيليتال ماسل اهي. والنيورون ده هو موتور نيرف فايبر هيعمل سبلاي لهذه المصل. قال لك خلي بالك معايا. قال لك المصل الاريا اوف كونتاكت هي الجزء ده اهو. الاريا اوف كونتاكت يعني منطقة التقارب ما بين النيرف فايبر والمصل يقولوا عليها نيورو، جاية خلي بالكم من كلمة نيرف. نيورو مصدر جنكشن. جنكشن يعني اتصال. وماسكولار يعني مصل واليورو يعني نيرف. يبقى اما اقول نيورو ماسكولار جنكشن اتز جنكشنال اريا مكان اتصال ما بين مين ومين؟ ما بين النيرف وما بين المصل. هما بيحصل اريا اوف ابروكسيميشن بيقربوا من بعض ولكن ويزاوت بروتوبلازميك كونتينيتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاثنين ما بيبقاش جزء واحد هما بيقربوا بس من بعض. النيرف بيقرب من المصل. خلاص؟ فيقولوا عليها نيورو ماسكولار جنكشن أو يقولوا عليها موتور إند بليد. يبقى بنقول يا نيورو ماسكولار جنكشن أو بنقول عليها موتور إند بليد. يبقى أول حاجة اتكلمنا عنها عبارة عن ديفينيشن. يعني إيه نيورو ماسكولار جنكشن؟ هي عبارة عن أريا أوف كونتاكت وزاوية بروتوبلازميك كونتينيتي ما بين مين ومين؟ ما بين النيرف الموتور نيرف الموتور سوماتيك نيرف آند سكيليتال ماسل. يهمني فانكشنال ستراكشر بقى ايه التشينجز اللي بتحصل في هذا النيرف فايبر والتشينجز اللي بتحصل في المصل ات سايت اوف نيورو ماسكولار جنكشن. هناخد الجزء ده ونكبره شويه اللي هي المكان الانتقاء ده اللي هنقول عليها نيورو ماسكولار ايه جنكشن او موتور اند بلين ونشوف ايه اللي هيحصل. في رسومات وهنشوفها كتير حالا بس نمشي خطوه خطوه عشان نفهم. هاخد الجزء ده كده وهنكبره هنا. شوفوا ايه اللي بيحصل. النيرون ده كانت مايلينيتد بالشكل ده. الماتيريال نوت في الاريا اوف كونتاكت نوت تفقد المايلينشنز هتديني الشكل الاتي. ادي النيرف فايبر اهو. قال لك بيحصل فيه برانشنج. تخيلوا ممكن يحصل برانشنج اب تو قد ايه؟ 1000 برانشنج. 1000. بيحصل برانشنج لهذا النيرف فايبر. هو كان مايلينيتد يعني كان حواليه مايلين شيز. عند الاريا اوف نيورو ماسكولار ترانسليشن بيفقد المايلين شيز. يبقى اول تغير بيحصل انه بيفقد المايلين شيز. ثاني تغير ان يحصل فيه برانشنج يعني يتفرع. وكل فرع من ده بيحصل فيه تغيير. بيحصل فيه سويلنج بالشكل ده كده. يعمل لك حاجه اسمها ساينابتيك نوب. ساينابتيك نوب او ساينابتيك سويلنج جزء منتفخ كده. هذه الساينابتيك نوب هلاقي في الممبرين بتاعها في حاجه اسمها فولتج جيتد كالسيوم شانل موجوده. وهلاقي جوه الساينابتيك نوب ده هي في فيزيكلز فيصلات بالشكل ده بتحتوي على كيميكال ترانسميتر. هذا الكيميكال ترانسميتر هو اسيتايل كولين. وجوه هذه السينابتيك نوب هلاقيها ريتش ان ايه؟ الهاوس اوف انرجي اسمه ايه؟ الميتوكوندريا. هتلاقي ان هو في ميتوكوندريا. المصل هنا بيحصل فيها تغييرات. المصل ممبرين بيحصل فيه ايه؟ سيرتن انفاجينيشنز بالشكل ده يعني الجزء ينساني بالشكل ده. ايه رايكم؟ الانفاجينيشنز ده هي تزود السيرفيس اريا ولا تقللها؟ ايه رايك؟ سلك التليفون اللي هو الارضي ليه بيعملوه زي ايه؟ زي الزنبوك يعني عامل ايه؟ ملولب بالشكل ده ليه؟
ليه سبايرال شيب؟ علشان يديك طول زياده، صح ولا لا؟ فنفس الكلام الجزء ده هو بيتقال عليه حاجه اسمها سينابتيك جتر. جزء من المصل بيتغير الشكل بتاعه بالشكل ده عشان يزود السيرفيس اريا. ما بين المصل، هل المصل ماسكه في النير فايبر كده؟ لا. مفيش اريا اوف بروتوبلازميك كونتينيتي، ما هوش ماسكين في بعض. ده جاست اريا اوف ابروكسيميشن، الاثنين مقربين. الاريا ده هي اللي بينهم ده ايه بقول عليها سينابتيك ايه؟ سينابتيك كليفت. يبقى ذا سبيس بريزنت بتوين ذا سينابتيك لوب اند سينابتيك جت، او بريزنت بتوين ذا سينابتيك سويلنج اند ذا ماسل فايبر بقول عليها سينابتيك كليفت. قال لك في هذه السينابتيك كريفت بلاقيها ريتش ان سيرتن انزيم ذات ديستروي استايكولين، في انزيم معين استايكولين هيستريز، علشان لما الاستايكولين يطلع ما يقدروش يشغلوا طول الوقت، ده هيعمل الشغل بتاعه وبعدين يتكسر، دي من رحمه ربنا. يبقى تاني ركز مع بعض، النيورو ماسكولار جانكشن او الموتور اند بليت بيقولوا عليها نوع من انواع حاجه اسمها الساينابس. ساينابس يعني ايه؟ يعني في اريا اوف كونتاكت ما بين تو نيورونز او ما بين نيورون اند اورجان. الاورجان ده ممكن يكون مصدر. فهذه الساينابس بنقول عليها ايه؟ نيورو ماسكولار جانكشن او موتور اند بليت. وات ار ذا فانكشنال ستراكشر هي نفسها وات ار ذا تشينجز اوكيرنج ات نيورو ماسكولار جانكشن. بقول ايه التغيرات تاني اهو؟ أول حاجة بلاقي إن النرف فقد الميليشيس بتاعته. تاني حاجة حصل برانشنج. تالت حاجة كل برانش منه حصل فيه سويلنج. بقول عليه سينابتيك سويلنج أو سينابتيك نوب. هذه السينابتيك سويلنج أو نوب بتحتوي على سيرتن فولتج جيتد كالسيوم تشانل. وجواها هلاقي فيها إيه؟ فيزيكلز مخزناني مين؟ كيميكال ترانسميتر اسمه أسيتايلكولين. وهلاقي في ميتوكوندريا اللي هتدي انرجي عشان تسهل ايه؟ السنسز والريليز اوف اسيتايل كولين. ثم هلاقي في سبيس ما بين هذه السينابتيك نوب والمصل او السينابتيك جتر بقول عليها سينابتيك كريفت. هذه السينابتيك كريفت الاقيها ريتش ان ايه؟ اسيتايل كولين استريز. ثم السينابتيك جتر او المصل هلاقيها سيرتن ريسبتورز موجوده فيها بيقولوا عليها ايه؟ نيكوتينيك ريسبتورز. وانتوا بتذاكروا الاوتونوميك نيرف سيستم سمعتوا عن حاجه اسمها ادرينرجيك ريسبتور وكولينرجيك ريسبتور. الكولينرجي كان في حاجه اسمها ماسكارينيك وحاجه اسمها نيكوتينيك. فدي يقولوا عليها نوع من انواع النيكوتينيك ريسبتور يقولوا عليها نيكوتينيك ماسكولا لانها نيكوتينيك وما بين نيرف ومسكولا من الاسم نيكوتينيك ماسكولا يعني ما بين نيرف ومسكولا. غير النيكوتينيك نيورا اللي هي الان ان نيكوتينيك نيورا بيبقى ما بين تو نيرفز. وضحت الصوره يا جماعه؟ زي مين؟ جنبي. كلام كويس. دي تشينجز ذات اوكير ات ذا سايت اوف ذا ساينابس. تاني حاجه نعرفها ايفنتس اوكيرنج ات موتور اند بليت. قبل ما ادخل على الايفنتس ابص بسرعه على مين يا جماعه؟ على الرسمه اللي احنا قعدنا نشرح فيها دي. هذا نير فايبر بالشكل ده كان مايلينيتد. أول حاجة عملها فقد الماينين شيز، ثم حصل برانشنج، وكل برانش فيه حصل فيه سويلنج، عمل لك سينابتيك نوب صح أو سينابتيك سويلنج، ألاقي فيه فيزيكلز وألاقي فيه الميتوكوندريا، ثم هلاقي آدي السينابتيك كريست وآدي الممبرين بتاع المصل، هلاقي فيه إيه؟ سيرتن ريسبتور نيكوتينيك ريسبتور، هلاقي فيه تشانل فيها اللي هو يقولوا عليها ليجند جيتد صوديوم تشانل. هنعرف فايدتها حالا. لكن الممبرين بتاع السينابتيك نوب كان في حاجه اسمها فولتج جيتد كالسيوم تشانل. ايه الايفنتس اللي بتحصل ات ذيس نيورو ماسكولار فانكشن؟ انسوا الرسمه دي دلوقتي وبصوا معايا نشرحها هنا ونرجع نشرحها على الرسمه. ركزوا معايا بقى. ازاي الامبلس تنتقل من النيرف لحد المصل؟ هي فايده النيورو ماسكولار جانكشن ايه؟ ترانسميشن اوف الامبلس. زي ايه؟ انت عايز تنتقل من بلد لبلد وما بين البلدين نهر صغير.
وما فيش كوبري ولا اي شيء، محتاج ايه؟ مش محتاج مركب ينقلك من هنا لهنا. فالمكان ده هو تقول عليه زي السينابس بالظبط، زي نيورو ماسكولار جانكشن، ده ترانسميشن من مكان لمكان من خلال هذا المركب. فنفس الكلام هنا، ازاي الامبلس تنتقل من النيرف لحد المصل؟ علشان المصل كنت لك الكلام اللي اذا كان العمر ان شاء الله نشرحه المره الجايه، اللي هي الاكسيتيشن كونتراكشن كابلنج وازاي الميكانيزم، وفي مصل كونتراكشن يبقى لازم الامبلس الاول تنتقل منين؟ من النيرف لحد المصل. محاضره النهارده هي ان انا افهم ازاي الامبلس تنتقل لحد المصل. ناخدها خطوه خطوه، حصل اكسيتيشن للنيرون دي، حصل ستيميليشن لا امبلس ماشيه من خلاله. اكشن بوتنشال انتشر او انتقل خلال حصل كوندكشن لاكشن بوتنشال. هذا الاكشن بوتنشال هيوصل لحد مين؟ السينابتك نود. هيعمل اوبننج للفولتج جيتد ايه؟ كالسيوم اكشن اسمها فولتج جيتد، يعني افكتد باي ديستربد ايمك ديستريبيوشن باي اكشن بوتنشال. فما يحصل اوبننج للفولتج جيتد كالسيوم اكشن هيدخل الكالسيوم، يحصل كالسيوم انفلكس، فيزيد الكالسيوم جوه الايه؟ السينابتك نود. الكالسيوم بيعمل ايه؟ الكالسيوم بيزق الفيزيكال، بيغير في ترتيب الفيزيكال، وبيأثر على سيرتن ريليس سايت في السينابتك ممبرين هنا اهوت، يعمل اتراكشن تجاذب ما بين هذه الفيزيكال اللي تحتوي على استايبولين وما بين الريليس سايت. فتلاقي الفيزيكال بتتحرك وتجري ناحيه مين؟ ناحيه اضاءه، ناحيه مين؟ الريليس سايت. عاملين فاكرين يا جماعه دي لما الواحد يكون في ناموس ولا حاجه ومولع ولع ولا حاجه، تلاقي الناموس بيجري الاضاءه، بيجري علشان يموت صح؟ ومفهوم حديث على ما اعتقد زي كده، الرسول بينهاكم تصمم تجري على الايه؟ على النار صح؟ فهنا وقت هتلاقي الفيزيكال بتجري على الريليس سايت، تمسك في الريليس سايت هنا والفيزيكال يحصل اوبننج لها هنا اهوت، وتعمل ريليز للكيميكال ترانسميتر هنا اللي هو اسيتايلكولين. الاسيتايلكولين الريليز ده هيعمل ايه؟ هيلاقي ريسبتورز له موجوده، نيكوتينيك ريسبتورز، يمسك في النيكوتينيك ريسبتور ويعمل لك ايه؟ اوبننج اوف ليجند جيتد. كلمه ليجند معناها كيميكال جيتد، هرمونال جيتد. فهنا الكيميكال ترانسميتر اسيتايلكولين هيمسك في البوابه يفتحها، فبقول عليها ليجند جيتد صوديوم اكشن، فيحصل صوديوم انفلكس، الصوديوم يدخل جوه المصل صح؟ طيب احنا متفقين قبل كده في الاكشن بوتنشال ان الصوديوم انفلكس جوز ستيت اوف دي بولاريزيشن، فالصوديوم انفلكس دوت هيؤدي الى ستيت اوف دي بولاريزيشن، يقولوا عليها ايه؟ اند بليت بوتنشال او نيورو ماسكولار بوتنشال. الاند بليت بوتنشال ده في الاول بيبقى لوكالايزد، محتاج ايه؟ يقوى، محتاج سميشن ينجمع عن طريق الاكسس استايبولين. كل ما استايبولين يطلع بزياده كل ما هيدي قوه اكتر، فيوصل لمرحله بدل ما يبقى لوكالايزد اكشن بوتنشال يعني في محل سر في مكانه بس، لا فبيبقى سميتد، يوصل انه يبقى اكشن بوتنشال وينتقل على المصل لحد ما يوصل. هنشوف حالا ازاي يعمل كونتراكشن، ازاي يتحرك علشان يوصل للمكان بتاع الفايبر. يبقى تاني نقولها تاني ونعيدها على الرسم. ستيميليشن اوف ذا نيرف فايبر، بروباجيشن اوف اكشن بوتنشال along ذا نيرف فايبر هيؤدي الى اوبننج اوف فولتج جيتد كالسيوم اكشن، انكريز كالسيوم انفلكس انتو ذا سينابتك نود، انكريز ريليز اوف استايبولين فروم ذا سينابتك نود. اسيتايلكولين ويل بايند تو ذا نيكوتينيك ريسبتور ان ذا ايه؟ بوست سينابتك ممبرين هنا السينابتك جت، هيؤدي الى اوبننج اوف ليجند جيتد صوديوم انتشال صح؟ اور جيت، هيؤدي الى ايه؟ صوديوم انفلكس، فيؤدي الى ستيت اوف دي بولاريزيشن يقولوا عليها الموتور اند بليد بوتنشال ويتش انيشيالي از لوكالايز، بيحصل لها سميشن نتيجه الريبيتيتد اسيتايلكولين ريليز، فتعمل لك اكشن بوتنشال which will propagate along the muscle fiber. لحد كده في اي مشكله؟ طيب ما هو لو الاسيتايل كولين دنه يبقى المصل هتدنها كونتراكت، وانت عايز تشيل قلم من مكان لمكان او عايز تعمل كونتراكشن هتدن ايدك كونتراكت طول الوقت. من رحمه ربنا ان في هذه السينابتك كليفت في اسيتايل كولين ستريس،
هيكون الاثار كل عمل اكشن بتاعه بسرعه يكون ضم كسره، بحيث ان خلاص اتعمل الاكشن ما عادش في اثار كلية. وضحت الصوره يا جماعه؟ نبص على الرسمه هنا بالشكل ده، هتلاقي الامبلس جايه على امتداد النيرف، عملت لك ايه؟ اوبننج الفولتج جيت الكالسيوم شانل، كالسيوم انفلكس، ريليز اوف اسيتايلكولين باي ابروسس كول اكسوسايتوزس. اكسوسايتوزس از ا تايب سبيسيفيك تايب اوف اكتف ترانسبورت. الاسيتايلكولين اللي طلع دوت هيمسك في سيرتن نيكوتينيك ريسبتورز، نيكوتينيك ماسكولا، فيؤدي الى اوبننج اوف ايه؟ اوف ليجنت جيتد صوديوم شانل عند الموتور اندبيت او نيورو ماسكولا جنكشن، فيحصل صوديوم ايه؟ انفلكس، يعمل لك ستيت اوف ديبولاريزيشن، يعمل لك موتور اند بليت بوتنشال ويتش سميتد عشان يعمل لك بروباجيتد اكشن بوتنشال الونج ذا ايه؟ ذا ماسل فايبر. الامور سهله ولا صعبه يا جماعه؟ كلام كويس. النقطه اللي بعد كده قال لك حاجه اسمها بروبيرتس اوف نيورو ماسكولا ترانسميشن. احنا اتفقنا على الترانسميشن اهوت بتاع الايه؟ الامبلس. طب ايه صفات؟ قال لك فيها صفات مميزه. ايه رايك؟ هل تتوقع ان النيرف فايبر تستقبل الامبلس من المصل او بمعنى اخر؟ هل الامبلس ممكن تنتقل من المصل للنيرف بمعنى اخر؟ انت دلوقتي لو القاعه فيه ايه مفتاح للطبقه بره بايدك اللي هو جرس يعني تتك عليه تسمع صوت فترد على اللي بره. ينفع انت تقوم تتك على الايه؟ على الجرس من جوه يعمل صوت بره؟ لا، هي نفس الفكره. انا دلوقتي عندي نيرف فايبر في سينابتيك لوب اهوت في كيميكال ترانسميتر. المصل نفسها ما فيهاش الكيميكال ترانسميتر ده ولا فيها سينابتيك لوب. فبالتالي الامبلس تنتقل من اللي فين؟ من النيرف للمصل وليس العكس. ودي بيقولوا عليها يوني دايركشنال ترانسميشن. يوني دايركشن يعني ماشيه في اتجاه واحد. يبقى تاني اول صفه مميزه للنيورو ماسكولار ترانسميشن انها يوني دايركشن، يعني ماشيه لك في اتجاه واحد. من اللي فين؟ من النيرف للمصل وليس العكس. ليه من النيرف للمصل وليس العكس؟ لان الكيميكال ترانسميتر ستورد فين؟ في السينابتيك نوب بتاع النيرف. لكن المصل ماشيه للانتريزي كيميكال ترانسميتر. صح ولا لا؟ ده اول صفه. طب ايه رايكم؟ لو انت دلوقتي عايز تروح من ايه؟ من بلد لبلد بطريق مسافلت ما فيش بينهم نهر صغير ولا اي شيء. تتوقع الوقت اللي هتاخده من البلد دي للبلد دي هيكون نفسه الوقت لو البلد دي بينها نهر ومحتاج تنزل وتدور على مركب وتركب المركب وتروح الناحيه الثانيه وتنزل وتحسب الوقت عشان زي بعض؟ لا طبعا. هيحصل حاجه اسمها سينابتيك ديلي. الوقت اللي الامبلس هتتاخر فيه في اثناء الترانسميشن ده طبيعي. فالامبلس هتيجي هتروح تفتح لك الفولتج جيت الكالسيوم شانل. تعمل ريليز للكيميكال ترانسميتر. الكيميكال ترانسميتر يمسك في النيكوتينيك ريسبتورز. يعمل اوبننج للنيجاند جيت الدين صوديوم شانل. يعمل ديبولاريزيشن. يعمل سميشن للديبولاريزيشن عشان يعمل لك اكشن بوتنشن. كل ده مش هياخر الامبلس عن لو كان الامبلس ماشي في نيرف على بعضه. ايه رايكم؟ يبقى في حاجه اسمها سينابتيك ديلي. سينابتيك ديلي بتاخد لها وقت احفظه 0.5 ملي سكند. كلام كويس. يبقى اول حاجه قلنا البروبرتي الاولانيه انها يوني دايركشنال. تاني حاجه اسمها سينابتيك ايه؟ ديلي. تالت حاجه عندي. ايه رايكم؟ الكيميكال ترانسميتر ده لو انا قعدت اعمل ريبيتيتيف ستيميليشن يعني انا اعمل ستيميليشن 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 والسايكل قاعد يطلع بكميات كبيره. هوصل لمرحله ان الاسبايل كولين هيحصل له اكزوشن ولا هيخلص ولا لا؟ ممكن يخلص. فبالتالي ممكن يحصل مصل فتيج ولا ما يحصلش؟ يحصل مصل فتيج. اي نعم بيبقى ديلي لان في حاجه اسمها سيفتي فاكتور من رحمه ربنا ان ربنا حاطط فيزيكلز الاسبايل كولين وكميه اسبايل كولين كبيره جدا 10 اضعاف الريسبتورز اللي موجوده في البوست سايلابتيك ميمبرين. يبقى ده سيفتي فاكتور اجينست ايه؟ اجينست فتيج. ولكن الفتيج ممكن يحصل برضه. يبقى تاني البروبرتس تاني. أول حاجة عندي قلت إنه يوني دايركشن ترانسميشن لإيه؟ الإمبلس. تاني حاجة قلت إيه؟ إن في سينابتيك ديلي. تالت حاجة قلنا إن ممكن يحصل فتيج. رابع حاجة قلنا إن ممكن في حاجة تمنع الفتيج إن في إيه؟ حاجة اسمها سيفتي فاكتور أجينست فتيج اللي هو كمية الأستايل كولين المتخزنة 10 مرات قد الريسبتورز اللي في البوست سينابتيك ميمبرين.
طيب قال لك في فاكتورز افكت نيورو ماسكولار ترانسميشن، في حاجات تاثر زي ايه؟ قال لك على سبيل المثال الكالسيوم ايون، لو الكالسيوم كونسنتريشن بتاعته عاليه تتوقع ياثر على الترانسميشن ولا ما ياثرش؟ يزود النيورو ماسكولار ترانسميشن. وعلى النقيض عكس الكالسيوم على طول يا جماعه المغنيسيوم، حط في دماغك كده، لو اقول لك الكالسيوم بيزود شيء يبقى على طول قول المغنيسيوم بيعمل العكس بيقلل ده. فبالتالي الكالسيوم بيزود النيورو ماسكولار ترانسميشن يبقى المغنيسيوم بيقلله. طب ايه تاني؟ قال لك في سيرتن دراجز، بعض الادويه بتاثر على الترانسميشن اوف الامبلس سواء باكسايتيشن يعني ستيميليشن او بانهبيشن على سبيل المثال. ايه رايكم؟ لو جبنا حاجه اسمها باراسمداس وميمتك، باراسمداسيتك يعني مش بتطلع اسايد كولين، واحنا قلنا ان الجيب كان ترانسميشن اسايد كولين، فانا لو اديت دواء يزود الاسايد كولين سواء بطريقه دايركت او اندايركت، دايركت يعني هو نفسه يعمل ريليز الاسايتولين كاربابول مثلا او يعمل اكشن زي ده، يبقى الكاربابول هيزود النيورو ماسكولار ترانسميشن او اندايركت ازاي؟ ايه رايكم؟ لو انا اديت دواء عمل انهبيشن للاسايتولين ستريز، مش الاسايتولين ستريز ده بيكسر الاسايتولين، فانا لو عملت اديت دواء منع تكسير الاسايتولين يبقى هوفر الاسايتولين ولا لا؟ فبعض الادويه يا جماعه تزود زي حاجه اسمها البروستيجمين يعمل ايه؟ يمنع انهبت الاسايد كولين ستريس، يبقى بيزود الاسايد كولين بطريقه اندايركت، يبقى ده يزود الترانسميشن ولا يقلل ده؟ يزود الترانسميشن. في ادويه ثانيه تعمل العكس ده، تقلل الترانسميشن ات نيورو ماسكولار جانكشن، زي دواء مشهور قوي اسمه كوراري. الكوراري ده بيستخدم كحاجه اسمها ماسل ريلاكسر عن طريق ايه؟ انه بينهبت النيورو ماسكولار ترانسميشن. عن طريق حاجه في دواء تاني اسمه ساكسناير كولين، ده يعمل برضه انهبيشن. يبقى تو سمرايز اجين، فاكتورز افكتنج نيورو ماسكولار ترانسميشن او بمعنى اخر بروبيرتيز اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن، اول صفه ان احنا قلنا يوني دايركشنال، في سيناتيك ديلي، في فاتيك، في سيفتي فاكتور اجينست فاتيك اللي هو 10 فولت ديلي اكسس استايل كولين زي الريسبتورز، ثم ايونز افكت نيورو ماسكولار ترانسميشن زي الكالسيوم وزي المغنيسيوم، دراجز افكتنج سواء انكريز او ايه او ديكريز. طب بصوا بقى على الحاله بتاعتنا دي، قال لك في مرض اوتو اميون ديزيز. اوتو اميون يعني ايه؟ ان في انتي بادز طلعت هتهاجم الجسم نفسه. ففي بعض الاوقات يا جماعه يطلع انتي بادز في جسم الشخص تهاجم الاسيتايل كولين ريسبتور. يا فرحتي في اسيتايل كولين لكن الريسبتورز متدمره. الاسيتايل كولين هيشتغل؟ مش هيشتغل، صح؟ او انتي بادز اجينست الاسيتايل كولين نفسه. فالاسيتايل كولين يطلع يلاقي حاجه متكسره. يبقى اوتو اميون ديزيز مي افكت الريسبتورز بتاع الاسيتايل كولين اللي هي النيكوتينيك ريسبتور. مي افكت الاسيتايل كولين اتسيلف. وقال لك هذا الاوتو اميون ديزيز، شوفوا بقى كومن ان فيميل. دايما يا جماعه لما تلاقي دواء مرض كومن في الفيميل احفظه ما تنساهوش. ليه؟ لان القاعده بتقول ان الامراض كومن في الميل. اي مرض لو انت مش عارف قول بس يكون عندك مرض، ما يكونش فيميل ديزيز. يعني واحده يعني مثلا منورالجيا، واحده عندها نزيف شديد في الدوره وانت مش عارف هو فيميل ولا فيميل، تقول لي ده في الميل ازاي؟ يبقى اي ديزيز ريليتد للفيميل للفيميل تراك يبقى ده في الفيميل. لكن ان جنرال بقى مرض ملوش علاقه بالايه؟ بالفيميل تراك، وانت محتاج هو ميل ولا فيميل يبقى في الميل. ولذلك ولكن ما تعرف ان في مرض كومن في الفيميل تحفظه، من ضمنهم ده حاجه اسمها الماياسينيا جريفز. من الاسم يا جماعه، مايا يعني مصر، اثينيا يعني ويكنس، جريفز يعني فيتا يعني ممكن يبقى مميت. وهذا الباثوجينيسيس بتاعها ان عندك نيورو ماسكولار جانكشن ممكن الاقي انتي بادز اجينست الريسبتور، فبالتالي اصلا كل اللي يطلع مش هيلاقي ريسبتور فمش هيشتغل. حاله الماياسينيا جريفز ديت بتشتكي من ايه؟ من المشكله عندها في الماسل كونتراكشن، صح ولا لا؟ فتيجي تبص خلاص قلنا في ميلا ايه؟ في ميلا بايلاترال دوزز في ويكنس.